سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا. نعم، حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 8173 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 48166 حاله، منها 120 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وسبع عشره حاله في وحده العنايه القصوى هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي اربعه الاف ومائه وست وسبعين حاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى ثلاثمائه وثلاثه وثلاثين الفا ومائه واربع وسبعين حاله